انا يمكن كنت والله، وده هنا بقى هيبقى سؤال. انا النهارده كنت بتكلم مع زميلي العزيز الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، وزميلي الاخر ايضا مصطفى الكيلاني، فكنا بنقول لو انه عبد الحليم كان فضل عايش شويه يعني، فكان اكيد هيتعاون مع الاستاذ هاني شنوده. هل الكلام ده فيه شيء من الصحه؟ في مساحه كبيره من الصحه، لان اول المطر الغيث مش كده؟ اه صح، بتندع على الاول. اه طبعا، فانا اشتغلت معاه في حفله في نادي الجزيره، وعملت له توزيع لاربع اغاني. فانا بيتهيألي لو كان ربنا مد في عمره كان هو اللي عمل الفرق الغنائيه، مش انا. مش فرقه مصريين او كده. هو كان عمل فرقه صغيره. هو كان بروجريسيف جدا. هو شايف بكره. وعارف مين اللي هينجح. لكن ما حصلش كلام جدي على انه عاوزك تلحن له. لا، هو حصل كلام كالاتي. لخلصنا الحفله، ايوه، نزلنا قال لي اسمع يا هاني، احنا لقينا بعضنا. يا حجز الاوتيلات هيبقى قليل، حجز الطيران هيبقى قليل، هنلف العالم ونوريهم قد ايه موسيقاتنا كويسه. الله 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 الله. انا مش أو... طب الكلام ده معروف يعني؟ هل اتقال قبل كده؟ لا انا مش عارف. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي. قول يا فندم. هو كان بيسافر بتشارتر بلين، يكون فيها على الاقل 22 موسيقي، غير الشيالين، غير الامور الاداريه وكده. اوكي. فلما يطلع مع اربع تنفار، انا وعمر خورشيد الله يرحمه، الله يرحمه، والدرامر اسمه رياض، واربع انفار، وهو ده انجاز ما بعده انجاز. طبعا طبعا. وكان عارف هو بيعمل ايه. صح. تخيل انت مثلا ان احنا يجي لنا تور السعوديه، الكويت، بحرين، بتاع مش عارف، اربع انفار وهو الخامس، ولو خدنا يعني كمان ثلاثة أربعة يعني كان هتبقى حاجة تانية خالص. صح صح هو اللي صح. كان هيعمل الفرق الغنائية مش أنا. صح صح صح. برضو ما كناش هنقدر نستغنى عنك تحت أي ظرف من الظروف، يعني أنت صنعت نجومية كل الكبارات زي ما بيتقال. ما أنا ربنا خليني عشان أسعد الناس في مصر، ولن أتخلى عن الموضوع ده. وعندي حاجة أقولها لك. سيدنا عمر كان فايت كده، لقى واحد بيزرع نخلة، والراجل عجوز قوي، قال له أنت يعني دي لا تؤتي أكلها إلا بعد 10 سنين. قال له زرعه فأكلنا، ونزرع اللي يأكله. الله الله. صح. أنا عايز أقول لك أسامة، طيب مرة تانية سنة سعيدة عليك وعيد سعيد عليك مقدماً، وعايز بقى بعد ما نعيد كلنا ان شاء الله نتقابل في البرنامج ونجيب الاورج ونقعد نلعب مزيكا ونقعد نتكلم في الموسيقى، وعايز بجد نقعد نتكلم على الموسيقى في 2023. انا ما عنديش اي مانع، خاصه ان انا في السنه دي خدت جائزه الدوله التقديريه. صحيح. ده بالنسبه لي حاجه يعني امل انا ما كنتش اتوقعه. لا ازاي، مصر عارفة قيمتك كويس، مفيش حد في مصر مش عارف قيمة الموسيقار الكبير هاني شنودة. والله انا بكلمك بجد يعني، فرحتك عارف انا بحبك قد ايه. لا اصل جايزة يعني حطت 30 خط تحت الدولة. صح. جايزة الدولة، اصل الدولة مش معناها الحكومة، معناها الحكومة والشعب، الشعب وابو الهول والاهرامات والنيل والبحار وكل. أيوه. ما هو موجود في مصر بيقول احنا بنقدر اللي انت عملته. وطن بيكرم ابنه. ايوه طبعا، وطن يقدر ويكرم. طبعا وطن. طبعا. صح. الوطن دي حط تحتها 300 خط، تخلي واحد زي حالات انا عايز يتيج من فرحه. ومش اي وطن، دي مصر ام الدنيا. بالظبط. انا عايز اشكرك وكل سنه وحضرتك طيب، وسنه سعيده عليك يا رب، وعيد سعيد ان شاء الله مقدما، ونراك بعد العيد يا استاذ هاني. إن شاء الله. إن شاء الله. الله. نورتنا وشرفتنا. كل الشكر لموسيقارنا الكبير والعالمي الأستاذ هاني شنودة.